ايه هو؟ يا مساء الفل عليكم واهلا بيكم وحلقه جديده وبكل روح رياضيه. حلقه النهارده مختلفه شويه عن كل الحلقات اللي فاتت لان هنتميز النهارده في كره القدم، برغم اني ما كنتش حابب اتكلم في كره القدم بس جات لي حاجات كتيره جدا. ليه مش هنتكلم عن الكوره؟ هتكلم النهارده عن الكوره بس اخدها من شكل مختلف شويه، من البراعم للكبر، ازاي ااهل ابني ان يكون لاعب كره قدم وامتى اكتشفه ان يكون لاعب كره قدم. وطالما بنتكلم عن لاعب كره القدم، الف الف مبروك لمنتخبنا الاولمبي النهارده الفوز على منتخب مالي 1-0، احرز الهدف الكابتن مصطفى محمد، اداء مقبول الى حد ما وان شاء الله باذن الله الجيات اكتر. الف سلام على كل المصابين، الاربع اصابات حتى الان للمنتخب الاولمبي، ان شاء الله القادم افضل ونكون ناخد البطوله وان شاء الله باذن الله نصعد للاولمبياد. عايش، خش بعد كده على عايش. عايش طبعا الفقره الرئيسيه معانا في البرنامج، اللي بداوا يمارسوا معانا رياضه او اللي بيمارسوا رياضه معانا وبيبعتوا لنا فيديوهات. الحمد لله المبادره قايمه بشكل كويس وبيبقى جيلي فيديوهات كتير برضو للناس اللي لسه بتتابعنا النهارده اول يوم. عايش دي مبادره مبنيه على ان انا يعني اخلي الرياضه العامه او الرياضه العاديه موجوده في مصر كلها. اي حد بيمارس رياضه يصور فيديو للرياضه اللي بيمارسها ويبعته لي. اي حد ما بيمارس رياضه يبدا معايا حتى لو بفيديو جري او اي حاجه، اي رياضه يبدا يمارسها يصورها ويبعتها لي، هبعتها ازعها له في فقره عايش. عايش عاش. شكرا لكل اللي بعت لنا فيديوهات وفيديوهات تاني معانا، بس عشان حلقتنا النهارده فيها كلام كتير فاختصرناهم شويه، واللي ما تزعش الفيديو بتاعه في الحلقه دي هنذيعه في الحلقات الجايه. خلينا نرحب النهارده طالما بنتكلم على كره القدم بالكابتن نادر شوقي، لاعب نادي الاهلي. نادر الرشوان، عفوا. كابتن نادر الرشوان لاعب نادي الاهلي الاسبق ومدير فني 2003 عرب غنيم. يا مساء الفل عليك. انا مساء الفل كابتن محمد. انا مساء الفل. على فكره كابتن نادر صديق وزميل
في برنامج لمسه ولعبه، وان شاء الله باذن الله يكون موجود البرنامج بشكل اقوى وشكل افضل ان شاء الله باذن الله. ومعاك كابتن عبد الرحيم حمدان المدير الاداري لنادي عرب غنيم وزميلي برضو وزميل في برنامج لمسه ولعبه. يا مساء الفل عليك. مساء الفل عليك يا استاذ محمد، ومساء الفل مع الكابتن نادر، وعاش على مبادره، عاش مبادره قويه جدا، مبادره محترمه الصراحه. الله يخليك، عاش. طيب خلينا عشان برضو اللي بيتابعنا في البرنامج عارف ان انا واخد خط معين في الاتجاه الرياضي، ان انا عايز انا كولي امر انزل امارس رياضه، او انا عندي ابني هاخد ابني اخليه يمارس رياضه. 90% من الشعب المصري او اكتر من 80% برضو عشان ما نكونش ظالم للالعاب الاخرى، عايز ابنه يطلع لعب كوره. فخلاص هنتكلم عن الكوره المره دي. الطفل في السن الصغير ده اسمه برعم كوره، صح؟ تمام. صح؟ تمام. من يعني ابدا بيه ازاي؟ ابدا منين؟ اكتشفه ازاي؟ اوديه فين؟ ابني موجود عايز اخليه يلعب كوره. تمام. هي في البدايه بس انا طبعا بنبارك لمنتخب مصر فوز النهارده 1-0. عفوا. البدايه ان انا مثلا انا عندي ولد وبدري 3 سنين 4 سنين بيقول لك انا ابني عنده حس فني او كروي انه عايز يلعب كوره. هو الاب ما يقدرش يحدد، هو في البدايه بيجيبه الاكاديميه او بيجيبه مثلا النادي عشان يمارس كره القدم. بناء على كده هما بيجيبهولي انا ببتدي اشوفه، يعني حتى لو عمره صغير يبتدي يتعايش مع الولاد، يشوف الجو الكوره، يبتدي ينزل الملعب، يبتدي يبقى موجود. انا في عمر معين تبتدي تحدد بقى اتجاهات الولد، هل هيبقى عنده ميول يكمل ولا لا في الوقت ده. انت ده مدير فني. ده مدير فني اللي بيحدد. يعني اللي فهمه منك كده، انت هات ابنك طالما انت شايفه هو حابب الكوره، تمام، وهاته احنا ناهله او نوجهه بالظبط للطريق الصح. هو في فتره توجيه، انما الفتره الاولانيه مثلا لو جه في عمر 3 سنين لحد 7 سنين 8 سنين، دي فتره بتبقى موجود في الاكاديميه او موجود في النادي، موجود مجرد انه موجود بيتعلم بعض الاساسيات، انما برضه ما يقدرش تحدد ميوله ان كان هيكمل معاك ولا لا، حسب استيعابه للشغل اللي انت بتعمله معاه، لان البراعم لها شغله معين غير الناشئين، ده ليه شغله وده ليه شغل. فانت بتدي له جزئيات معينه تشوفه الولد بقى عنده ميول انه يكمل ولا لا، او يتجه لرياضه ثانيه. طب انت احيانا بيجي لك لاعب او طفل انت بتوجهه لرياضه ثانيه؟ طبعا. طب بتعرف هو ينفع في رياضه ايه ولا خلاص ده مش لا ينفع؟ انا بقترح عليه، يعني مثلا انا ما اشوف مثلا عنده ولد جاي لي مثلا في سن صغير وجسمانه قوي بس نسبه الكره عنده ضعيفه، يعني حتى مهما تعمل معاه شغل مش هيستجيب، فبعرض على ولي الامر ممكن توديه الهاند بول، ممكن توديه باسكت، يلعب سباحه، بقول له افيد، ممكن طريقه في المجال ده يبقى مفتوح اكتر من مجال الكوره. طيب انا علشان عندي ابني من كام سنة أبدأ أفكر فيه أوديه يلعب كرة قدم؟ هي المعاملة مش عملية سنة يا أستاذ محمد، يعني ممكن من 3 سنين عنده سنة، ممكن أجيبه 3 سنين يقعد في النادي، إيه المشكلة؟ إنه ينزل بيبقى في مجموعات صغيرة اللي بنسميها فترة معايشة. بالظبط، يعني العمر ده بيبقى في مثلا عندي 10 15 ولد في المرحلة دي. طب أفضل سن أبدأ أشكل بيه الطفل؟ من 8 سنين ممكن يبتدي يجي يبتدي اشتغل، يعني من 3 سنين ممكن يجي يعمل عمليه معايشه لو بيحب الجو ده، هيقدر يوصل فيه ولا لا؟ ممكن وانت خلال من 3 سنين او من 8 سنين هتبدا تقيمه تقييم كامل، او تبدا تدربه اقدر اعرف بناء على الجمل او الشغل اللي انت بتعمله له لحد 8 سنوات. 8 سنوات تبتدي تشتغل، بس مش شغل احمال زي ما بعض الاكاديميات والانديه بتعمل، لا 8 سنين ده تبتدي له كوره بس فقط، 8 سنين حاجات معينه، الباص يستلم ازاي، يسلم ازاي، يتحرك في حدود امتار بسيط. طب هسالك سؤال وتجاوبني، هو السؤال ده غريب شويه. هي لعب كره القدم بالنسبه للعب يعني مهنه في العصر الحديث؟ في العصر الحالي مهنة. طب هل المهنه دي ينفع يتعلمها او ينفع يتعلمها ويكتسبها؟ ويكتسبها طبعا. طب لازم هو يكون من جواه عنده اساسيات ولا ممكن؟ لا مش شرط. مفيش لعيب بيجي عنده اساسيات، يعني مثلا انت بتشوف لعيب مجرد مثلا بنيانه قوي وسنه صغير عنده حته بس انه بيعرف يمسك الكره ويبص او عمل بص صح، انت بناء عليه تبتدي تحدد شغلك، الراجل ده عنده فكر. عشان كده حتى لما بتعمل اختبار وبينزل قدامك 10 لعيبه في 10 دقائق مجرد لمسه ولعبه اللعيب بيعملها بتعرف انه ده عنده رؤيه، تعالى اسمك ايه؟ احنا كده دخلنا بقى في الموضوع الفني بس عشان المشاهدين اللي بيشوفوه. الكابتن نادر مدير فني فبيتكلم في الشق الفني. كابتن عبد الرحيم مدير اداري فبيتكلم في الشق الاداري، وهي الكوره امكانيات فنيه وامكانيات اداريه. انا عايز اروح للشق الاداري شويه. اتفضل كابتن الرحيم. كابتن الرحيم اتفضل. بص يا غالي، هو دلوقتي انا فهمته من الكابتن نادر بيقول لي من 3 سنين ابدا استلم الطفل او ابدا اخده ااهله هدربه لحد ما اهله ل8 سنين ابدا ادخله في مباريات او جو كره القدم بشكل عام.
انت كاداريا بتنظم ده ازاي؟ بص، هو على حسب يعني، مثلا هو 3 سنين بتبقى مثلا المرحله زي ما قال الكابتن نادر 15 لاعب دول مجموعه بتتدرب مع بعض. انا عايز اسال سؤال برضو معاه، يعني هو الكابتن نادر بيقول لك انا مثلا عايز مواليد كذا هات لي منهم عدد لعيبه معين، بتبدا انت على كل، بص هو الشق الاداري تكمله للشق الفني. ما انا بقول ده، ما عشان كده وضحت للمشاهدين. ما هو يبقى الشق الفني بيقول لي مثلا انا عايز في المرحله دي 15 لاعب. طيب. 20 لاعب ببدا انا اظبطهم، مثلا موجود عندي بيظبط لهم مواعيد التدريبات بتاعتهم، يوم في الاسبوع، يومين في الاسبوع، 3 ايام في الاسبوع، على حسب ما الشق الفني هو اللي يحدد ده يتدرب كم مره في الاسبوع. انت بتبدا تعمل انت الجدول الاداري الخاص بالطب ما قبل بقى، انا خليني في الحته عشان انا لسه في ما قبل، ما قبل ان جبت اللاعب يتدرب. هو دلوقتي طلب الكابتن نادر طلب مثلا 10 لعيبه مثلا من سن مثلا 10 سنين. تبدا انت تعمل اختبارات للعيبه دي، تختار منهم ال 10 لعيبه دول، ولا ممكن تختار اكتر ومن الاكتر ده تصفي افضل 10 لعيبه؟ انا اختار اكتر والكابتن نادر هو اللي يصفي منهم ال 10 15 لعيبه اللي هو محتاجهم. يعني مثلا هو محتاج 15 لاعب، تمام، لا انا ممكن اجيب له 30، هو يختار منهم ال 10، منهم هو ال 15 او ال 10 اللي هو محتاجه. طيب انا ولي امر دلوقتي، خلاص احنا عرفنا الشق الفني، انا كولي امر دلوقتي عايز ابني يروح يلعب كوره، اول حاجه يعملها ايه كاداريا علشان يوصل للفن؟ طالما اول مرحله كده مرحله اداريه يعمل ايه؟ اول حاجه يروح مثلا الاكاديميه او للنادي اللي هو عايز يودي ابنه فيه، يشوف مين المدير الفني، ودي حاجه مهمه جدا، يشوف مين المدير الفني للمرحله العمريه دي، علشان المدير الفني اللي ما هو عالي هيفيد اللاعب، لكن لما المدير الفني اللي هو قليل ما عندوش شهادات، ما عندوش دورات تدريبيه، ما عندوش حاجات كتير، هتبص تلاقي مثلا ممكن ينزل اللاعب بدني، تمام، ممكن يعمل ينزل اللاعب بدني، اللاعب في السن ده ما ينزلش بدني، فده لازم ولي الامر يدور على المدير الفني. بقى شوف نظام الشق الاداري بقى احنا ماشيين مثلا ازاي، سواء كانت الامور الماديه او الالتزامات، بيشوف الامور ماشيه ازاي ويبدا يظبط وينسق فيها وبتمشي الامور. طيب انت خلاص، انا ولي امر جبت ابني سلمته لك، خلاص اتفقنا على الاتفاق، هينزل يتدرب فتره، يبدا يخش ان كانت في براعم لو في نادي يبقى ناشئين او براعم، ان كانت في اكاديميه يبقى في الاكاديميات. طب سؤال بقى، طب السؤال ده فني ولا اداري؟ ايه الفرق ما بين الاكاديميه والنادي؟ السؤال ده فني ولا اداري الاول؟ السؤال ده مشترك. مشترك. طب ناخده فني واداري، ناخده اداري الاول؟ ناخده اداري. ناخده اداري الاول. بالنسبه للمرحله الصغيره لما بتبقى مثلا في الشق الاداري، بتيجي مثلا اللاعب بتشوف المرحله العمريه، سواء كانت في النادي بيشترك في دوري اتحاد كوره، دوري اتحاد الكوره بيطلع له كارنيه خاص من اتحاد الكوره. ده نادي ولا؟ ده نادي. ده نادي، يعني نادي. النادي بيشترك في البطولات المعترف بيها، ان كانت بطوله جمهوريه، بطوله هو بالنسبه للبراعم بتبقى تجمعات. تجمعات. منطقه القاهره، منطقه الجيزه، منطقه اسكندريه، كده بتبقى مثلا في المقاولين. النادي اللي بيشارك. النادي اللي بيشارك. طب الاكاديميه؟ الاكاديميه ممكن في بعض الاكاديميات بتلجا لان هي تشتري اسم نادي وتشارك بيه، وبعض الاكاديميات بتشترك في المسابقات الخاصه. الخاصة مش الـ مش الـ الخاصة مش المناطق، مش المناطق، فما بيطلعلوش كارنيه. ومسابقات المناطق دي بيتصعد منها اللي هي المسابقات المسابقات، بعد كده البراعم، بعد كده الناشئين، بعد كده الشباب، بعد كده الفريق الاول. طيب نروح للحته الفنيه، ايه الفرق ما بين النادي والاكاديميه؟ الاكاديميه بتعتبر المرحله الاولى لبناء فكر البرعم نفسه، بيبني له الاول مرحله فكريه اولى، ان هو بيجي له اعمار معينه من سن مثلا 8 سنين لحد 14 سنه. كل شغل الاكاديميه بيعتمد على ان في الاساس هي بتبقى عمليه استثماريه بيزنس في لعبه الاكاديميه. او طبعا. طب انت كده هتزعل الاكاديميات؟ مش هزعلهم، انا بتكلم بوضوح، انا احنا بنتكلم. وممكن اخدها من ناحيه ثانيه، طب ما هي رياضه استثمار. ما هي استثمار، بس انا بكلمك على دي، ان هو بيبقى عنده مثلا الاكاديميات بيبقى عنده مجموعه كبيره من اللاعبين، بيبتدي يعملوا لهم عمليه تاهيل حسب جوده المدربين اللي موجوده، يعلمهم ازاي يستلم يسلم، ازاي يتحرك في حدود ضيقه. الوضع بيختلف لما بيجي للنادي. المدرب في الاكاديميه، يعني في الاكاديميه هو الموضوع معاه استثمار طبعا. ليه؟ طب يعني بس اكيد بيأهله بس بنسبه مش كبيره. ليه حضرتك؟ ما يكون عنده مثلا 100 واحد في الاكاديميه وبينزلوا في تايم واحد، فبيبتدي يقسم الملعب نظام 4 أو 5 حارات، فامكانيه اللعيبه اللي كله 10 في مكان بتبقى ضيقه، فاستيعاب اللعيب بيبقى قليل، ووقت المدرب بيبقى قليل انه يقدر يوصل المرحله دي. بيختلف لما جيل النادي. ولا انت عايز توصل لي برضو ان لما بيكون بيلعب باسم نادي او تحت نادي، الحماس والرؤيه والهدف اللي عايز يوصله؟ بس محمد سوري اقطع كلامك، ده بتيجي مرحله ثانيه. مرحله ثانيه. انا عندي في النادي ما بيجي لي ما بشتغلش على اجزاء، انا بشتغل بطول الملعب. فالوضع بيختلف. لما بيجي لي بقى ازاي يقف، ازاي يتعلم يتمركز في مكان معين. انا وصلت لسؤال بقى هنا مهم برضو، مش عارفه اداري ولا فني، بس هنوصل. انا دلوقتي لاعب في اكاديميه ولاعب في نادي، لاعب في اكاديميه، بتوع الاكاديميات ما يزعلوش مني بس عشان ايه، انا بوضح امور يعني ما بهاجمش. لاعب في اكاديميه ولاعب في نادي،
تمام. ده مهاري في نفس المركز وده مهاري في نفس المركز. جي كشاف اللي احنا مش شايفينه دلوقتي كشاف او جي نادي من النوادي اختار اللاعب ده واختار اللاعب ده، انهي سهوله اختياره اكتر او تخليص اوراقه اكتر ولا الاثنين عادي؟ النادي اسرع. النادي ليه؟ النادي بيبقى عنده رؤيه في منظومه. الولد جاي من النادي على الاقل عنده 60 70% فاهم عارف فنيا، اشتغل 11 اشتغل على 7. طيب اشتغل ده فنيا. اداريا طبعا النادي اقيم، لان النادي بيروح حتى لما بيروح النادي الثاني بيبقى لا ليه وضع وليه كاريزما وليه شكل وليه مضمون، انا محتاجك عشان انت موجود معايا، فبيجي بقى في الاداري بديله الاستغناء بتاعه. يعني ان كان فني او ان كان اداري النادي اقوى من الاكاديمية كتير خالص. هنجيب بتاع اكاديميات يرد بقى ونشوف الموضوع. لا زي ما قلنا لحضرتك دي الحقيقه. هاخد اتصال بس. اتفضل. يا مساء الفل. مساء الفل يا كابتن محمد. مساء الفل عليك. مع حضرتك عبد الله من سوهاج. بص يا عبد الله هتلف شمال يمين انا عارفك. ازيك يا حازم؟ يعني انا مش هعرف اعمل معاك اي يعني سمها حاجه لله. يا كابتن محمد يعني. يعني ولا عبد الله من سوهاج ولا اسماعيل من منوفيه ولا من اي حاجه. طب انت كنت بتلعب كوره يا حازم الملط؟ زميلي الاعلامي حازم الملط. انا ما انت عارف الواقعه بتاعتي الشهيره لما شطت الارض من ساعتها بطلت كوره. ايوه ما انت حكيت قبل كده في البرنامج انت جربت كل. طب ما شفتش فيديوهاتك في عاش؟ طب يا حازم انت عمال تمثل لي في افلام بتتضرب فيها وبتتقتل فيها وبتعمل فيها حاجات غريبه، ما شفتلكش حتى حاجه بتجري، حتى في الفيلم بتاع وضع يد ده كلهم جري ولا انت؟ هو في فيلم جديد ان شاء الله طالع في راكب عجله ان شاء الله، فهيبقى حاجه يعني كويسه. وانا اعرف ان انت سويق عجل، ده انت دخلت بقى الاستوديو قبل كده حازم. يعني طبعا يعني واقعه مشهوره معروفه طبعا، لما دخلت الاستوديو بالعجله دي عشان تعرف بس قد ايه ان انا انسان رياضي يعني وبحب الرياضه. عارف والله العظيم والله والرمز الرياضي اللي عندك قدام ده باين. ربنا يخليك. والله في حد رياضي يا مفتري؟ نتكلم جد والله بجد. برنامجك يعني من البرامج اللي انا بحبها على المستوى الشخصي جدا والله. ناس كتير فعلا بتكلمني عن البرنامج ومسمع جدا. وفقره عاش دي ما شاء الله يعني الله يخليك. بصراحه فقره ممتازه وفكره رائعه بصراحه تستحق الاشاده يعني. حبيبي حازم الحمد لله توفيق من ربنا. البرنامج بتاعك ده بتحفز ناس كتير فعلا انها تمارس الرياضه ما كانتش بتمارسها. انا واحد من الناس بتكلم بجد والله فعلا، انا في حياتي ما مارست الرياضه وما بحبش امارسها لظروف انا حكيتها لك، هي كوميديه شويه بس والله حقيقيه فعلا. يعني انت اللي حكيته قبل كده في الحلقه السابقه ده حقيقي؟ والله العظيم. ولا في حقيقي؟ لا انا انت عارف ان انا دايما الحقيقي بتاعي جد والجد بتاعي حقيقي، لان انا لما بهزر في التاريخ بيقلب بجد. بس يعني ايه الحقيقي بتاعك جد؟ يعني ايه الحقيقي بتاعي جد والجد بتاعي حقيقي؟ بس يا هو ربنا يعني ربنا يعني ان شاء الله يحط بايدينا ونقدر كلنا نمارس رياضه، واللي ما بيمارسش يمارس. بس انا يعني عايز اقول ان حضرتك في البرنامج ده حبيب. الناس اللي بجد فعلا شافوه وقالوا لي ان هو حمسهم. يعني في واحد عندنا مثلا فاتح جيم في الشارع بتاعنا بيشوف البرنامج ومتابعه، وكمان نفسهم يبعثوا فيديوهات. انا قلت لهم اعملوها انا ابعتها لك. بس ابعت لي يا غالي. ابعت لي يا غالي. بالتوفيق يا كابتن محمد. وحياتي انا اسف جدا تحياتي للكباتن الافاضل اللي مع حضرتك. كابتن نادر وكابتن عبد الرحيم. اهلا بيك كابتن نادر. اهلا بيك كابتن عبد الرحيم. منورين وبالتوفيق ان شاء الله وحلقه جميله وموفقه ان شاء الله. شكرا. حبيبي يا مساء الفل عليك. معانا مين؟ ابو احمد. يا مساء الفل ابو احمد. عامل ايه؟ ازيك يا باشا؟ الله يسلمك يا غالي. الله. انا عندي ولدين بس صغيرين، واحد عنده 10 سنين وواحد عنده 13 سنه. ولدين واحد عنده 10 سنين وواحد عنده كام؟ 13 سنه. تمام. طبعا الولدين مستواهم في لعب الكوره كويس، وكنت بشترك لهم في اكاديميه في 6 اكتوبر هنا. تمام. طبعا العيال كل اللي يشوفهم هنا في العماره يحس ان العيال يعني كويسين يعني، ومن ضمنهم ربنا يحفظهم لك. 10 سنين ده جسمه رياضي. تمام. خفيف سرعه جري كده بيلعب بيعرف يمارس رياضه الكوره كويس. طبعا اللي مأذني ان انا مش قادر ان هم في التعليم، فمش قادر اوصل بين ان انا اصرف عليهم في تعليم او في كوره، لان طبعا اللي بروح يقدم كان في اللي هم مشجعين اكاديميه الاهلي، قال لي ان هات الولد ده وخليه، بس طبعا بينصرف عليه فانا مش قدرت اصرف، ففي الحل ده اعمل ايه؟ طيب سؤالك عشان بس ابقى فاهم، انت عايز تعرف توجههم لفين او تعمل ايه؟ اوجههم لفين، وهل يبقى في دعم للاطفال اللي زي كده عبئا على مصاريف الاهالي؟ كفايه علينا التعليم، واحنا مش قادرين مثلا الواحد بيصرف عليه هنا وهنا. طيب هجاوب عليك برضو قبل ما نخرج للتقرير.
ده نصيحتك ليه؟ بس انا ممكن اقول نصيحه. اتفضل. يعني هي مفيش حلاوه من غير نار. انا عايز ابني يطلع لاعب كوره، اولا هيحافظ على نفسه رياضيا، لو ربنا اكرمه هيلعب في نادي او هيلعب في فريق كبير ربنا هيكرمك بمقابل مادي، فبالتالي انا لازم اصرف عليه في الاول. مفيش، لو هاخدها من الناحيه الاستثماريه، مفيش مشروع ما بصرفش عليها ينجح، لازم اصرف عليه عشان ينجح. لو هاخدها من الناحيه الرياضيه، انا مش عايز ابني يكون رياضي وكويس ومحافظ على نفسه وانا مش عايز اصرف عليه. انا لكن هو برضو ليه حته بيقول لك انا اركز في التعليم ولا لا؟ خصوصا مصاريف الكره دلوقتي حتى في قطاع الناشئين والبراعم بقت صعبه. صعبه طبعا، بتصرف كتير، بتصرف كتير، والاولاء بقى مدارس ودروس ولا يبتدي يوجه، فده بيبقى عيب عليه. فانا بنصحه ان يشوف الاختبارات اللي بتتم في الانديه ويبتدي يوديهم، لان الاكاديميه اللي ما عندهاش. انت وصلتني الاجابه للسؤال اللي كنت ساله، الفرق ما بين الاكاديميه والنادي. يبقى الاكاديميه هيصرف فلوس لو نادي وقبل في الاختبارات، محلك سر، لو نادي قبل في الاختبارات مصاريفها اقل طبعا، ولا مفيش مصاريف؟ لا ده النادي بيدي بقى فلوس، بيدي فلوس طبعا، خلاص يبقى عنده ناشئ. على فكره كابتن نادر، بالنسبه طيب، عشان دي هتبقى مختلفه ليه؟ طيب، بقى لان اغلب الانديه حاليا بقت استثمار، ومع الكره الحديثه دلوقتي انت بقى عندك، او خصوصا في مصر يعني، انت عندك الانديه حاليا استثمار، بتروح بقى بس انت تنقي النادي الكويس، المدرب الكويس، وتودي ابنك عنده وتشوف الالتزامات الماليه ايه وتظبطها معاه، لان زي ما قلنا الكوره حاليا استثمار. طيب خليني بس اوصل لنقطه، هعمل جامب شويه لكام حاجه. جالك مجموعه لعيبه او بدات تاهلهم، بدات تدربهم، هاخدها برضو من الناحيه الفنيه ومن الناحيه الاداريه. تمام. خلال وقت قد ايه تبدا تاهله وتبدا واثق في التيم اللي معاك ده وتدخله مباريات؟ مباريات انت لو جالك لعيبه الى حد ما جاهزه يعني فيهم، لا خليني انا ابص ابني اهو، هجيب سيد او اجيب محمد ابني، اقول لك ابني السيد اهو، ابن محمد اهو، واحد عنده 6 سنين، واحد عنده 4 سنين، او واحد عنده 7 سنين، واحد عنده 5 سنين، ايا كان السن، وسلمته لك. سلمته لي مش اقل من 3 شهور نبتدي نتكلم. 3 شهور. 3 شهور. طب بعد 3 شهور بتشوف نتائج؟ 3 شهور مش حكايه نتائج، يعني قبل ال3 شهور انت لسه ما دخلتش المسابقه، بيسموها فتره الاعداد وتاهيل اللاعبين. يعني انت بتبقى جايب لعيبه، انت مسلمني لعيب لعيب كوره، بس مع حته ان يتمركز في الملعب او يقف فين ويتحرك ازاي، دي مشكله خصوصا في الكره الحديثه. طبعا مشكله. وبعدين في لعيب بيبقى يقول لك ايه، انا بلعب راس حربه بس. لا، انا اللي بيجي لي لعيب بيلعب راس حربه على حسب الخطه. انا بشوفه، ما في ناس جات لي كان بيقول لي انا ما بلعبش الا فيرود، النهارده بلعبه في نص الملعب، وفي ناس جات لي ده نص الملعب، لقيت وجهه نظر ان هو باك رايت كويس او باك ليفت كويس، انا اللي بوجهه حسب رؤيتي واجربه في اكتر مكان. انا يبقى من 3 شهور، بعد 3 شهور، مش اقل من 3 شهور، مش اقل من 3 شهور تبدا عشان تبتدي تحاسبني. انت بتتكلم لو هيتدرب كمان 3 ايام في الاسبوع، اخدها اداريا. اتفضل. اداريا بص، هو الشق الاداري ملوش دعوه بتشكيل الفرقه. لا انا بتكلم، انا جبت لك ابني، جبت لك حد صغير هيلعب، خلال قد ايه اقدر تقول لي اوراقه خلصانه، دينته خلصانه، ممكن يروح يلعب في نادي؟ لا، هو طالما انت جبته لي عندي في النادي، الورق القائمه بتفتح كل شهر 7 ايام في الشهر، اول كل يعني شهر يوم واحد، اليوم 7 القائمه بتفتح، يعني بياخد 10 15 يوم ويتأيد ويطلع له كارنيه اتحاد كوره. طيب انت لكن كله بيرجع على توجيهات الجهاز الفني. الجهاز انا الفني محتاج اللاعب الفلاني ده يخلص ورقه في اسرع وقت، يخلص ورقه في اسرع طيب وقت. هروح للحته الفنيه. انت بتدرب فرقه بقالك قد ايه بتدربها؟ بادئين من شهر 8 تقريبا كده، من شهر 7 او 6. 3 شهور. اه في مباريات؟ اه طبعا، لعب 5 مباريات ومتصدر الدوري. احنا عندنا مباريات يا شباب، احنا طب في مباراه، بيقولوا في عندنا مباراه النادي الاهلي واتحاد حلوان. اه دي مباراه النادي الاهلي اتحاد حلوان. ده فريقك صح كده؟ لا انا اتحاد عربي. اتحاد عربي. حلوان ده حاجه ثانيه. حاجه ثانيه. طب نشوفه. طب يا شباب وقول لي تقييمك الفني. معايا الكابتن علي محروس، مراقب المباراة من قبل منطقة القاهرة. أهلا وسهلا بك كابتن علي. أهلا بحضرتك. كنت عايز أعرف رأي حضرتك في مسابقات قطاع النشئين. والله مسابقات كويسة وماشية كويس، بس طبعا عدد الفرق كتير قوي في القاهرة عاملة أزمة لسه في الأعداد. أنت عارف إن عندنا فوق 60 أو 70 فرقة، وطبعا أعداد كبيرة. كل مرحلة بيعمل عندنا زي ما أنت عارف مع قلة الملاعب بقى دي عملنا شويه ازمه، لكن لحد ما الماتشات ماشيه كويس زي ما انت شايف كده، وعلى اقبال الجماهير يعني حاجه كويسه. طب
بتعملوا ايه او حالات التزوير اللي موجوده في الفرقه في قطاعات الناشئين؟ هو التزوير عمره ما يكون في المنطقه، ما نقبلش اطلاقا باي تزوير ولا بنسمع بيه، لكن الانديه وغالبا الاكاديميات دي اللي بتحاول تزور، لكن اللي بنمسكه بناخد معاه قرار تماما، يعني قرار صعب يعني. يعني انا ضد، انا شخصيا ضد التزوير الى ما لا نهايه، حتى لو انا هبطل كوره الا التزوير. دايما هاجم الكلام ده، واحنا حتى كمراقبين مباراتنا بنلاحظ حاجه بنكتب فيها برغم انه مش شغلنا، بس بنقول راي ناس. لسه كنت اسالك عن دور المنطقه في كشف حالات التزوير. طبعا انا بقول لحضرتك، هو مش احنا المفروض نكتشف التزوير، اللي بيكتشف التزوير مش يعني احنا ناخد القرار، لكن اللي يكتشف التزوير الفرقه المنافسه هي اللي بتكتشف، بتقدم لكم تظلم ان مثلا في فرقه كذا عندها لاعب فلان وفلان مزورين. فانا بدي له لو اي بنات عايزه مني تحترمه، هو بقى يروح المدارس ويروح عشان يجيب لنا نسبتين التزوير. انا مش معقول اروح من المنطقه اروح ادور ده من الظهر من الظهر، لكن اول ما يجيب نسبه التزوير انا اخد القرار. لكن هو المفروض يسعى انه يمنع التزوير، ولازم هو طبعا يتعاون معايا، يعني ما يجيش يقول لي في تزوير يوقف. لا، طب انت دورك ايه؟ انت وقعت المنظومه عملت ايه؟ موجود معايا يحارب ده، يهاجم ده، يمنع ده. عشان كده احنا بنقول ان بيلاقي تزوير ما يسكتش. انا كنت بلاقي بيهم الجمعه اللي فاتت مباراه، حد جه قال لي ده مزور، قلت له اختي ما كتبش، تخيل. طب جنن، قلت له انت ده مزور، وانا عارف الفرقتين ما اكتسبتش. قال لي يا كابتن فلان اللعيب ده مزور، وجابهولي. قلت له انت عايز صورت ملعب وصورت كارنيه واديته البيانات، قلت له اكتب بقى مذكره عشان احقق فيها، ما كتبش. طب انت ما كتبش، انا اروح المطلع. انا اللي هدور لك على حقك، هروح المنطقه اقول لهم ده مزور. طب ما حدش كتب حاجه، فالناس بتخاف تكتب، ما اعرفش ليه. شايف مزور اكتب فيه، تعال لي وانا هديك حق. هو بيفترض ان انا مش هعمل حاجه، لا هعمل طالما عندي دليل هعمل، بس اكتب. حتى لو ما عنديش دليل اكتب. مجرد انك تكتب مذكره وتاخد يعني تاخد موقف ايجابي، الناس هتتكسف وهي مش هتعمل كده تاني. لكن هو بيتكسف من زميله، مش عايز يعمل مشاكل، بيقول لك يا عم خلاص المباراه. يعني دور كشف التزوير من الفرق اكتر من دور المنطقه. الفرق هي اللي بتثبت او بتحاول تبين لك اللاعب المزور، وانت بدورك بتقوم اخد بقى القرار واخد الموقف واعمل واتخذ القرار المناسب. لكن انت اساسا ما بتكتبش، يعني هات لحد كده بيكتب، لكن اللي بيكتب بياخد حقه. على فكره ناس كتير قوي وصعدوا للاتحاد، والاتحاد ادهم حقهم. ما بنخافش، صح، ما بنخافش، ما لناش، مش خايفين من حاجه. اكتب في الاهلي، اكتب في الزمالك، اكتب في انبي، اكتب في اي نادي هتاخد حقك طالما ليك حق. صح، بس انت او المدرب بيبقى حاسس ان هو شاكك، بس مش متاكد. هو المتاكد هكتب، لكن هو بيبقى شاكك ويخاف انه مش هيعرف يثبت، ويقول لك وجع دماغ، هيبعتوني هنا ويبعتوني هنا، فبيكبر دماغه. احنا مش عايزين ده، طيب. عايزين هو يساعدنا في اكتشاف الحقيقه، لان عايزين نمنع التزوير، احنا منعنا التسنين. طب اقول لك حاجه، في البراعم السنه دي خدنا قرار، لو لعيب سنه مظبوط وورقه مظبوط وخدناه مظبوط وجسمانيا وفكريا عالي عن اقرانه. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين معاكم كرة القدم وبرامج كرة القدم والأكاديميات والنوادي، وإزاي أهل ابني أو أي لاعب ناشئ إزاي يلعب كورة، وإزاي يوصل لفريق كبير، أو إزاي يبقى لاعب كورة على قد إن هو ينزل في فرقة بتلعب 11 أو بتلعب خماسي، أيا كان الاختيار. أنت 11 مش خماسي. أنا 11 2003. لاعب ال 11 مختلف عن لاعب الخماسي؟ كتير. طب بس انا كنت اعرف، لا في لعيبه في الدوري بتلعب 11 بتلعب خماسي. بس يكون بدا لو بيلعب خماسي وجيت، حتى لو هو ما بداش 11 صعب جدا ان انت تيجي بعد كده تلعبه 11. دي اللي شغله، ده اللي شغله. كتكتيك ملعب الخماسي ولا صفات لاعب؟ هي كتكتيك ولا صفات لاعب؟ صفات وتكتيك بتاع المدرب. انما الخماسي اللعيبه كلها ممكن اللي ورا يروح قدام وده يجي هنا وده يجي، كله بيتحرك. الملعب الخماسي محتاج حركه كتير عكس ال 11، انت موظف كل لعيب في مكان، فكل واحد ليه متطلبات معينه، الباك غير الهاف غير الفيرويد، كل واحد ليه شغله. لم تختلف. اروح في حته اداريه. طب انت اللعيبه بقى بتبدا تجيبها ازاي يا كابتن عبد الرحيم؟ احنا بنعمل اختبارات، يعني احنا مثلا في عرب غنيمه 2003 نزلنا خط الصعيد، عملنا اختبارات في خط الصعيد، كنا عملنا اختبارات في الصف، نفس القصه. اختبارات تبدا تجيب لعيبه، اختبارات تبدا تجيب لعيبه، اختبارات تبدا تجمع. طيب. 92 لاعب. الهدف بقى من البراعم، يعني انا دلوقتي بدرب براعم، الهدف ايه؟
الهدف بالنسبة احنا كنادي درجة رابعة، الهدف بالنسبة لنا تسويق. تسويق. اه تسويق، ان انت كنت تلدي لاعب لنادي درجة أولى أو تسفره خارج مصر. ده الهدف. يبقى الهدف من يعني. طب اللاعب بيبقى عارف كده ان هو هدفه تسويق؟ اه احنا بنتكلم مع الناس ومعرفينهم ان احنا هدفنا رقم واحد تسويقي، وهو ده اللي جايبه عندنا. ما هو استثمار، انت بتستثمر في نفسك. طيب يعني هو اللاعب مثلا بيجي لك انت خلاص راح للشق الفني، الشق الفني بيأهله، تبدا انت تبلغه ابو الكباتن عندي. اه بوصل لمرحله معينه مثلا بيبقى عندي 3 4 فرقه شايفهم مميزين، بقول له مثلا كابتن عبد الرحيم اعمل حسابك خلال الثلاث شهور الجايه اشتغل لي على فلان وفلان وفلان سواق. خلاص عندي بقى يقين ان المجموعه دي هتروح اي مكان. طب سؤال، هو تبدا تسوقه لمجرد ما يوصل لمرحله النضج اللي انت عايزها او المستوى اللي انت عايزه، ولا بتبدا فقط، ولا بمجرد ما انت عندك اللاعب ده قوي وفي بديله؟ لا هو مش كده بالظبط، يعني مثلا ما فيش لاعب يوصل في قطاع الناشئين لدرجه 100%. لا انا بتكلم في المستوى اللي انت شايفه المتاح في السن ده. المستوى يعني مثلا وصل معايا 70-80%، ببقى ده جاهز ان انا ممكن اوديه نادي كبير. خلاص هي المهمه كده انتهت. مش انتهت لدرجه ان انا بتابعه، لدرجه رايح النادي لو اتاخد مثلا نادي اهلي زمالك مقاولين الحته الكبيره، بيبقى رايح على الاقل المدرب اللي هيشوفه بيقول له لا ده كان في مدرب شغال عليه، تحرك ازاي ينقل ازاي يتحرك، ده في حد ذاته ده شغل كبير جدا، ان انت تفهم اللاعب يقف فين ويتمركز ازاي ويبتدي يقرب لزمايله ازاي، المس باص ازاي، ازاي يعمل الباص، ازاي يبقى عنده رؤيه، ده في حد ذاته المدرب يقول لك لا اخده. تبدا خلاص دورك هنا بتبدا تعرفه، تبدا انت تسوق. طب اخد بس الاتصال ده ونكمل. حسين مساء الفل. الو مساء الفل يا حسين. مساء الفل عليك استاذ محمد رمضان، احب اقدم التحيه لحضرتك واسره البرنامج وضيوفك الكرام. تسلم يا غالي. شكرا واحييك على البرنامج الجميل، وان شاء الله باذن الله بالتوفيق والنجاح. ربنا يخليك. اسمح لي انا بس عايز انوه على حاجه معينه. طيب اتفضل. التقارير العقاقير اللي هي العقاقير اللي هي بيستخدموها الشباب في كمال الاجسام. ماشي تمام. اه بعد اذن حضرتك يعني انا مش عارف كنت سمعت معلومه كده صحيحه مش عارف ولا اتفضل صححها لي لو طلعت غلط، ان الفنان هيثم كان هيثم زكي الله يرحمه، هيثم احمد زكي كان بيستخدم عقاقير بزياده شويه في كمال الاجسام، ما اعرفش الله اعلم. الله اعلم، مفيش معلومه طلعت من الطب الشرعي تقول كده. هنخليها على العام يعني. هل العقاقير ديت زيادتها بيموت فعلا وبتتاخد بدون ضوابط ممكن تموت؟ فعايزين اجابه لحضرتك في الحاجه ديت. وبعد اذن حضرتك سؤال ثاني على السريع برضو عشان اتفضل. ما اخدش وقت كتير من وقت البرنامج. هل ممكن في المدارس بتاعتنا نحدد يوم رياضي، مش حصه العاب في كل يوم، لا يوم رياضي في كوره، واليوم الرياضي ده يبقى يعني زي يعني برضو المدرسين وفي اختبارات بتتم عليه، ولو هياخد درجه واحده بحيث ان يبقى في حاجه مش على فكره. في حاجه برضو سؤالك الثاني، في حاجه اسمها دوري المدارس، ودوري المدارس ده بيبقى بيتلعب ما بين المدارس في كل قطاع او في كل منطقه او في كل مديريه. طب عشان بس انا ما الفتش نظر حد لحاجه معينه، لا احنا عندنا بس في الكوره، مش هقول منين عشان خاطر برضو ايه الكلام يبقى ايه على الكوره، في الكوره يعني بتبقى يعني ايه يعني نرجو شويه اهتمام، نرجو طيب خليني هجاوبك على السؤال الاولاني والسؤال الثاني. السؤال الاولاني يا حسين، السؤال الاولاني ده طبعا كل حاجه بتتاخد بعشوائيه غلط، لازم تتاخد تحت اشراف يا اما مدرب يا اما طبيب. في حاجات اسمها مكملات غذائيه وفي حاجه اسمها هرمونات. المكملات الغذائيه ما فيهاش مشكله، ولكن تتاخد بعنايه بشكل كويس وتتاخد بالطريقه الصحيحه بالنسبه للكوتش اللي يقول لك عليها. بالنسبه للهرمونات لو جسم، لان انت كده بتلعب في هرمونات الجسم اللي حاجات الحقن والحاجات دي خطر. لو حد فاهم ان هو محتاجها داخل بطوله او داخل حاجه، والكلام ده قلناه في حالات قبل كده، لازم تكون تحت اشراف طبيب وتحت عمل تحاليل كامله يشوف جسمه محتاج ايه ويبدا يشتغل عليه. فبالنسبه للمكملات الغذائيه اللي هو البروتين او الحاجات اللي محتاجها الجسم دي ما فيهاش اي مشكله، ولكن بتتاخد تحت اشراف الكوتش اللي بيدربك، طالما هو عارف بيدربك ازاي وهتاخدها بنسب ايه وامتى، قبل التمرين او بعد التمرين وتاخدها ازاي. دي بالنسبة للمكملات الغذائية اللي هي الحاجات اللي بتعوضني عن البروتين اللي محتاجه أو الفيتامينات اللي محتاجها الجسم. بالنسبة للهرمونات دي أنا منصحش بيها، ولكن
لو في لاعب داخل بطولة محتاجها لازم تكون تحت إشراف طبي ويكون عامل التحاليل والكشوفات اللازمة، والطبيب أو اللي بيكشف عليه هو المختص هيعرف يخليه يستخدمها إزاي. ده بالنسبة للسؤال الأولاني. بالنسبة للسؤال الثاني، اللي أنا أعرفه إن في دوري اسمه دوري المدارس موجود في أنحاء الجمهورية، المدارس بتلعب بعضيها بتطلع منها لعيبة كويسة، واعتقد بدون انا ما بعملش اعلان كان في دوري بيبسي، وتقريبا دوري بيبسي ده اللي طالع منه محمد صلاح، ودوري بيبسي ده كان تقريبا في المدارس، ولا كلام غلط يا ابو كباتن؟ كان الاول موجود. لا ده مش موجود بشكل، لا كان موجود، كان موجود، كان موجود دوري بيبسي، كان موجود قبل كده، كانت دورات المدارس كانت موجوده، حاليا مش موجود. ما هو اكتشاف محمد صلاح، اكتشاف محمد صلاح من دوري مدارس، واحمد الشناوي، واحمد الشناوي من دوري مدارس. طيب ناخد اتصال. يا مساء الفل. الخير كابتن محمد. مساء الفل يا ست الكل. يسعد مساك. ازيك كابتن محمد؟ الله يخليكي. مين ام احمد؟ ام مصطفى معاك. ام مصطفى، ازيك ام مصطفى؟ عامله ايه؟ الله تسلم. ازيك يا حبيبي؟ الله يخليكي يا ماما. انت ايه الاخبار؟ كل سنه وانت طيب. وحضرتك بالف صحه وسعاده يا رب. وحشانا كتير. انا عادي عليك اليوم بصحه وانت طيب يا رب. الله يخليك يا ماما. الله يسلم عليك وسلم على كابتن نادر وكابتن حمدان، وكل سنه وانتم طيبين. الله يخليك وحضرتك بالف صحه وسعاده يا رب. منوروني وانت طيب. الله يخليك يا كابتن محمد. الله يخليك يا ست الكل. كنت عايزه اقول لحضرتك من اتفضل اتفضل الكوره، وانا يعني احسن نفسي في الكوره لو اني مش رياضيه قوي. تمام. بس كنت عايزه اقول لك ان انا كنت قعدت يمكن فتره يعني مش قليله، كنت مرافقه لزوجي كان بيعمل عمليات القلب وكده، فكان الشباك بتاعه بيبص على استاد ملاعب بتاع التربيه والتعليم. تمام. فكان كابتن محمد كان الولاد بيتدربوا اللي هم بس مراحل اعدادي السن 12 و13. هي المدرسه ثانوي اعدادي، بس انا كنت بشوف الاول اكتر اولاد صغيرين اللي هم بادئين من اولى اعدادي وثانيه اعدادي. تمام. تدريبات شاقه جدا جدا، يعني صعبه فعلا، سبحان الله، شاقه عليهم جدا. فانا كنت بقول طب هل يا ترى، طيب في وده مش عارفه سؤال فني ولا سؤال اداري، ماشي. في وجبه بعد التدريب الشاق ده، في وجبه بتقدر تكمل معاهم، تقدر تعوضهم كميه اللي بيبقى ساعة كاملة يا كابتن محمد. تدريب شق فعلا، انا بشوفهم سبحان الله تدريب جامد. ودي نقطة. والنقطة الثانية، ليه ما نبدأش عندنا هنا في مصر في ابتدائي الرياضي؟ احنا عندنا في مصر بنبدأ الرياضة من بعد اعداد الرياضي وثانوي الرياضي وكلية تربية رياضية. تربية رياضية. ليه ما نبدأش، طالما انا شايفة في ابني ميول رياضية، ليه ما نعممش ونبدأ في مصر مدرسة ابتدائي رياضي؟ نبدا من ابتدائي بس بشرط توفر التغذيه اللازمه للطفل، لان انا بشوفهم فعلا. انا قعدت فتره طويله ببص من الشباك كان بيبص على الاستاد. والله يا كابتن محمد تدريب شاق جدا للاولاد في اعدادي. فهل يا ترى بعد التدريب ده في وجبه تقدر تعمل تحصلهم يعني تعمل لهم توازن؟ هنجاوبك حالا مصطفى لك. وتسلمي ومساء الفل عليكي ونورتيني، وربنا يخليكي على الكلام الجميل يا ست الكل. طيب هي ام مصطفى بتقول ايه؟ بشوف التمرينات شاقه شويه، فهل بعد التمرين ده بتروحوه ولا بياخد حاجه ياكلها عشان يكمل؟ قبل كده انا بشكرها طبعا، هي اثارت نقطه جميله جدا. اولا المرحله الاعدادي المفروض التمرين الشاق اللي بتقولها ده ممنوع، ده غلط كبير جدا، اللي هو الابتدائي طبعا منتهى الخطوره. لو انا عندي تمريني، حتى لو انا بتكلم على المرحله دي التمرين الشاق، لو انا مثلا التدريب هيبقى من الساعه 3، يبقى الولد على الاقل جاي فطر كويس جدا، اقصى حاجه لحد الساعه 1، لازم في ساعتين ريست. يبقى جاي لي كده جاهز ان هو واخد الوجبه واتهضمت والجسم استفاد بيها. لو انا هبتدي اشتغل من الساعه 1 شغل، ببتدي هو ياخد الوجبه بعد التمرين، لان مش هينفع يجي لي الساعه 1. هو انت بتخليه يحضر الوجبه او يجيبها معاك؟ لا هو بيبقى جاي من بيت، لو مثلا تمرين واحده بيبقى على الاقل مثلا فطر الساعه 10، فطر كويس جدا. لو جاي من بيته لو هيتمرن يبقى عامل حسابه. ده شق اداري بقى بيكون مبلغه؟ لا هو بيبقى في، لو في دكتور مثلا في الفريق او حاجه بيبلغه. بيبلغ. طيب عايز ارجع بقى لحته التسويق تاني. التسويق، طيب انت سوقت لاعب، انت جالك لاعب وسوقته، الدنيا بتمشي ازاي او الاتفاقات بتبقى ازاي؟ هل بترجع تاني ولي الامر ولا؟ بص انا اكلمك على التجربه اللي احنا عاملينها. ما انا عايز انتوا بتنفذوا تجربه في نادي عرب غنيم، صح كده؟ قول لي التجربه اللي انت شغال عليها. احنا عندنا في فرقه 2003 متأيد 33 لاعب، عندنا منهم ما يقرب من 15 لاعب
اشتغل عليهم الكابتن نادر والكابتن مندو والكابتن ممدوح. في موجود منهم 15 لاعب فعلا دول يتسوقوا ويروحوا اماكن كويسه جدا جوه مصر ولا بره مصر؟ والله احنا بنشتغل على شقين في الموضوع ده. يعني بنشتغل على لعيبه بره مصر. احنا فعلا في تواصل مع انديه خارج مصر, في السعوديه وفي بلاد تانية انا مش هتكلم عنها. توصل بقى مع انديه ولا وكلاء لاعبين؟ مع مدربين في انديه. مدربين في الانديه نفسها. انا عايز اروح لحته الوكيلين دي. طب ايه الفرق ما بين التسويق ووكيل اللاعبين ايه الفرق؟ لا فرق كبير. هو التسويق بيبقى ليه وكيل اللاعبين او معاه شركه تسويق لاعبين. بيبقى مثلا التسويق ممكن يجي مثلا انا معايا شركه تسويق اقول لك هعمل فترات معايشه مثلا بره, تبقى مدتها مثلا 15 يوم 20 يوم, بتبقى التكلفه على اللاعب. ده جانب احنا ما بنحببوش ليه. انا يعني مثلا لما جاتنا تجربه ان احنا مثلا يبقى في من عندنا لعيبه تسافر بره, قلنا اللعيبه دي مطلوب منها ايه؟ قالوا تنفذ اختبارات بشكل معين للانديه دي. بدانا في التنفيذ, بس قلنا قبل ما نبدا نجهز الناس دي عشان تروح الاسطوانات بتاعتها, الناس دي تتقبل بنسبه 90% لازم نجهزهم من هنا الاول. فبدانا بتجهيزهم وفي الاعداد دي خلاص يعني احنا ممكن نبدا نصور الاختبارات اللي هم محتاجينها في خلال فتره قريبه. يعني بعد ما نخلص الدور الاول بتاعنا هنبدا نصور الناس دي بالاختبارات اللي هم عايزينها. زائد ان احنا عندنا 3 عروض فعليين للاعيبه الموجودين عندنا في من ضمن ال 15 لاعب دول, 3 عروض رسميه موجوده ليهم. انا مش هقول اسم النادي لان احنا عندنا طموح ان احنا نوديهم انديه احسن من كده بكتير. وزي ما قلت لحضرتك احنا رقم واحد عندنا ان احنا نطلع لعيبه بره, وده اللي احنا بنشتغل عليه. طيب اخد عبد الله ونكمل. عبد الله مساء الفل. السلام عليكم. مساء الفل عليك. ايوه ازيك يا كابتن, عامل ايه؟ الحمد لله تمام. معاك. الله يخليك. الحمد لله. معاك يا غالي. انا كابتن محمد. اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بس كابتن اللي معاك. ايوه مساء الفل عليك. مساء الفل. سؤالك. انا عندي ولد 2004. ولد 2004. 2004. تمام. ماشي. لا اسمعني من التليفون ووطي التلفزيون خالص. ماشي 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 ما عندي واحد. اتفضل. انت منين الاول؟ المنوفيه. من المنوفيه. ماشي. المنوفيه. المهم رحت كذا اختبار السنه اللي فاتت في المقاولين. تمام. ونجح في 3 اختبارات وبعد كده قالوا لا مع السلامه. تمام. وكابتن ماجد بيتكلم دلوقتي بيقول اللاعب بيعمل لمسه بيمان مش عارف ايه, هو بسم الله ما شاء الله عليه زي العسل. ودي العسل. ملوش حظ بمعنى صح. يعني ممكن اكلم الكابتن معه كابتن ماجد يعني حتى يشوفه حتى ويشوف اي حد يعني. طب هو عايز يبعته لك تشوفك. اي حاجه محديه. يشرفني في نادي الاتحاد العربي بونين. طيب. ودي له العنوان. طيب. تليفونه مع الكنترول ونكلم. سيب طب يا شباب نزلوا لي رقم الكابتن نادر او كابتن الزهر رحيم عشان الناس اللي بتتابع عايز توصل معاهم, عندهم اولاد عايزين يودوهم النادي, نزلوا ارقامهم بعد اذنهم. طيب خلاص كده هياخد الرقم من الكنترول او نزل له الرقم يا شباب, شيلوا جو ميديا وحطوا الرقم. تمام. ارجع تاني انا هاخد شويه بس حتى في التسويق لان مفيش مشكله. هو التسويق حاجه مهمه جدا لان محمد صلاح الكابتن محمد صلاح عامل حاله ما بين الشعب كله عايز ابنه محمد صلاح, كله عايز ابنه محمد صلاح وتريزيجيه في الحقيقه يعني. وده يعني شيء لازم يخلينا احنا كاداريين او كناس مسؤولين عن التسويق في مصر ان احنا نبص للموضوع بنظره ثانيه مختلفه. ان انا مثلا مش ضروري مثلا لاعب بيصرف 5-6000 جنيه في السنه اخد منه ال 5-6000 جنيه. انا بتكلم على الشق الاستثماري. لا ما تعمل حاجه اسمها احنا عاملين حاجه اسمها 50-50, بنخلي اللاعب مثلا يشيل 50% من مصاريفه واحنا كمشروع بنشيل 50% من المصاريف. وبناء عليه انت لما تيجي مثلا يجي لك مكان معين مثلا كنادي سين, مش هنقول برضو اسم نادي, يجي لك نادي سين عايزك مثلا بجنيه, احنا بنقسم النسبه 35% للاعب نفسه ودي حاجه ما حدش بيعملها يعني, و35% للمدرب اللي شغال عليه, و35% للمشروع اللي صرف عليه 50%. طيب انت بتقول انا الهدف من 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 البراعم التسويق. طب هل انت كتسويقيا المفروض تعمل حاجه مثلا زي دوره زي بطوله زي حاجه بحيث ان برضو يبقى في 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 احتكاك اكتر بره ان كانت اكاديميات او نوادي او حاجه في سنه بحيث النادي ده يشوفه والنادي ده يشوفه والنادي ده يشوفه, بتبدا انت تختبره في مباراه بشكل كامل. احنا بنعمل حاجه احلى من كده كمان. ايه؟ احنا بنصور له الماتشات بتاعته عشان نشوف اللعيبه المميزه, نجمع لهم من 5-6 ماتشات, نبدا تعمل له سي في محترم, تبدا تنزل السي في ده اللاعب ده موجود عندي اللي عايز يتواصل معايا يجي معايا. طب انا هروح بس الحته فنيه وهي اداريه برضو هرجع لها. ليه ما يتعملش بطوله
للاكاديميات او للبراعم. البطوله دي الكشافين موجودين فيها، الوكلاء موجودين فيها، المسوقين موجودين فيها، بحيث انا محتاج خمس ست لعيبه، انا شايف قدامي 200 لاعب بيلعبوا في بطوله قدام بعض. اللي محتاج باك شمال هياخده، اللي محتاج خط نص هياخده، اللي محتاج هجوم هياخده، اللي محتاج حارس مرمى هياخده. ليه ما بتتعملش دي؟ هو بالفعل بتتعمل، احنا على الاقل احنا انا بتكلمش على بطولات القطاعات، بطولات القطاعات معروفه عشان فيها مكسب وخساره والكلام ده كله، وبيكون الانتقالات فيها بسيط. انا بتكلم حاجه مبيعي سوق بيع. موضوع البراعم ان انت بتعمل دوره البراعم بتبقى رؤيتها قليل، لان مفيش نادي بيروح يبص على براعم. انت بتتكلم براعم مثلا من 8 سنين وانت نازل، او 10 سنين اقصى حد. النادي بيفكر ناشئين، ماشي قطاع ناشئين. انت ماشي مثلا من 12 سنه 12 14 16 18 لحد 18 سنه، ده ممكن قطاع قطاع ناشئين. اما بتبقى معموله حاجه زي كده الانديه بتبص يجي يشوف. طبعا، لان مرحله 12 سنه في فوق بيبتدي يلعب دوري. عشان اوصل برضو وجهه النظر، انا بقول ايه، سي مثلا طالما الموضوع دخلنا في استثمار، انا بحب اعمل مشروع بعرض عن منتجي، تمام، وبعرض عن منتجي في المكان اللي متخصص فيه العرض كويس. المباريات الرسميه من وجهه نظر المباريات الرسميه بيبقى التركيز فيها خططي اكتر، والفرقه دي عايزه تفوز والفرقه دي عايزه تفوز، فبرضه ما بشوفش فيها اللاعب بحريه، لان حتى لو في كشاف بره او الدنيا مش شايف المباراه اكيد. لكن لو انا عامل بطوله وديه متداخل فيها اكتر من 30 40 فريق من الناشئين هنا ومن الناشئين هنا، الهدف منها تسويقي، يعني معنى اصح انا بقول للاعب اللي عندي انا مش عايزك تكسب، انا عايز اللي بيشوفك ده ياخدك، تمام، فبس نفذ اللي انا بقوله. هتلاقي كل لاعب نازل في المباراه بيطلع كل اللي عنده علشان اللي بيشوفه ياخده، وهتبقى بطوله من مباراه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، انا هشوف اللاعب مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. تنفع تطبق الشكل الودي اللي حضرتك بتتكلم عنه؟ تقع منها صفه المنافسه، اللاعب ما يقديش بس حس اتغلب كسب، ما تعمل الموضوع مش فارق معاه، انما الموضوع بيبقى فيه تحدي وفي مكسب وفي كاسه تاخده الفرقه، لا بتلقى كوره، نسبه الحماس بتزيد، كل فرقه عايز تثبت نفسها، كل مدرب بيشتغل. انا كلاعب انا عارف ان في ناس متابعاني وممكن اتخذ لنادي كبير، لا يبقى عندي حماس اكتر. لا بالنسبه على الاقل انت مثلا عشان تعمل بطوله زي كده انت محتاج تصرف عليها في ايجارات ملاعب، في حكام بتيجي. طب ما الانديه الانديه دي تشارك في انديه كبيره ما بتحبش تخش الموضوع ده. ليه؟ هو عايز الكابتن محمد يجي له جاهز. ما هو انا مش عايز الانديه الكبيره، انا عايز الانديه الكبيره ما تشتركش، انا عايز الانديه الكبيره تيجي تتفرج. ما انت لازم تعرض عليه انه يجي يغطي معاك التكلفه. مش مشكله يغطي، انا عايز، ما هو لو اشترك. لا في انديه بتقول لك لا انا مش هصرف. طب ما هقول لك على فكره، انا لو عملت بطوله مثلا والبطوله دي مثلا اتباع فيها خمس ست لعيبه برقم، تمام، ما اللعيبه دي نتفق مع اصحاب الانديه اللعيبه اللي هتتسوق خلال البطوله دي تبقى بنسب يتاخد منها التكلفه. بيبقى ممكن بيبقى كلام كويس جدا، ان ساعه التنفيذ بتبقى الموضوع مختلف تماما. والله انت مش ماسك حاجه. يعني انا عندي لعيب مثلا، انا شفت لعيب في فرقه ثانيه قلت له احنا عايزينه هنوديه النادي الفلاني، وانا يروح عن طريقي. اوكي، نسبه النادي بتاعنا احنا هناخد قد كده وانت نسبتك قد كده. ابتدى الكلام يتعمل، فجاه لقينا ودى النادي من غير ما يرجع لنا. وانا جاي لكم من طرف الكابتن نادر. ليه بقى؟ اقول لك انا يا كابتن نادر في النقطه دي ليه؟ لان اللاعب مش مرتبط بكارنيه او مسجل تبع النادي. فبيبقى ليه حريه ان هو يقيده، فالنادي مش هوامر، فاللاعب مش هو مرتبط بنادي بالظبط. فلما يبقى مرتبط بنادي ده عندنا مثلا من النادي الثاني ما يقدرش يسجله غير لما ياخد استغناء من عندي، فيبدا يتفاوض معايا على الاستغناء وعلى اللاعب نفسه. هو في تعاقد منك ليه مع النادي؟ وقت خلص للاسف. نورتنا كابتن نادر، ربنا يخليك يا استاذ محمد، متشكر جدا. نورتنا كابتن عبد الرحيم. حيو استاذ محمد. خلصت حلقتنا بس بكل روح رياضيه مكمل. خلصت حلقتنا عاش لسه مكمله. انا ما اتكلمتش النهارده عن عاش كتير، زعت الفقره بس انا هتكلم على عاش. شايفين جو ميديا برودكشن اللي قدامكم دي، الصفحه دي او صفحتي الشخصيه او على الرقم اللي موجود على البوست على صفحتي الشخصيه. اي حد بيمارس رياضه صور الرياضه اللي انت بتلعبها وابعت لي فيديو ازعه لك في فقره عاش. اي حد ما بيلعبش رياضه ابدا معايا باي رياضه، حتى لو طالما بنتكلم على كرة القدم بنطق كرة القدم، العب اجري اعمل اي حاجة صورها لي وابدأ معايا وابدأ رياضة، الموضوع معك هيختلف كتير. ابعت الفيديو ده هزعه لك على فقرة عاش. نورتني كابتن نادر رشوان، لاعب نادي الاهلي الاسبق، وان شاء الله بإذن الله بالتوفيق في لمسة ولعبة في اللي جاي. نورتني كابتن عبد الرحيم، وان شاء الله باذن الله بالتوفيق في برنامج لمسة ولعبة الفترة الجاية. استاذ محمد شكرا وبالتوفيق للجميع. الله يخليك، شكرا لكم. عاش.